أجي والإخوان شارك معكم طغرة رهيبة في زيادة متابعين التيك توك. ما عليكم إلا بتتبع الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا الطريقة الفعلية لزيادة متابعين التيك توك. أنا قمت بفتح هذا الحساب خلال 48 ساعة، عندي 1485 متابع. سأقوم بأخذ رابط أي فيديو لكي أقوم بشرح لكم طريقة زيادة متابعين حقيقيين. سأخذ رابط الفيديو. هذه العملية أو هذه أول شرط في هذه العملية لزيادة المتابعين تيك توك. سأكتب في جوجل زيفوي، موقع زيفوي موقع رهيب جدا وموقع صادق جدا في إرسال متابعين حقيقيين، ليس فقط المتابعين، متابعين ومشاهدات وعدة أمور أخرى. سأقوم بالضغط على فولورز وسأقوم بنسخ رابط الفيديو الخاص بي في هذه الخانة والضغط على سيرش. سأنتظر إخواني معكم فقط دقيقتين لكي يقوم الموقع أو اللوغاريتم الخاصة بالموقع بالبحث عن متابعين متفاعلين في هذا الوقت. كما قلت لكم إخواني، مشكل هذا الموقع مشكل وحيد، وهو أنه لا يقوم بتفعيل خاصية فولورز والفيوز على اليوم كامل، ولكن يجب عليكم ضبط الأوقات التي يقوم بفتح هذا الموقع هذه الميزات، لأنه فعلا يرسل متابعين حقيقيين صادقين 100% مضمونين إخواني. كما قلت لكم، هذا الموقع يقوم بتفعيل هذه الميزات في الثامنة صباحا بتوقيت المغرب، والساعة الثانية زوالا بتوقيت المغرب، والساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت المغرب. إخواني، ويجب عليكم تفقد الموقع عدة مرات في اليوم، لأنه يقوم بتفعيل خاصية بخاصية كل ساعتين. موقع رهيب جدا وثغرة حقيقية وثغرة غنية عن التعريف إخواني. أنا فقط أريدكم أن تقومون بالاستفادة من هذه الثغرة، لأن حساب التيك توك أو منصة تيك توك ستقوم بعمل مفاجأة في آخر السنة لمن يتوفر على حساب على منصة تيك توك. ما عليكم إلا باستغلال هذه الثغرة إخواني. لاحظوا معي، سينتهي العد الآن وسأضغط مرة أخرى إخواني على سيرش. لاحظوا معي، عندما أقوم بالضغط على سيرش أعطاني 1486 شخص متفاعل الآن، وسأضغط عليها. قام الموقع بإرسال لي 10 متفاعلين حقيقيين من هذه 1486 الآن، ولكن يجب علي فقط الانتظار 80 دقائق. أنا سأقوم بعمل ستوب للفيديو لكي لا أطيل عليكم في الشرح، وأعود إليكم في الدقيقة الأخيرة. هذا الموقع صادق، أقولها وأكررها إخواني، يجب عليكم استغلال هذه الثغرة الرهيبة، ليس فقط في زيادة متابعين، ولكن في زيادة متابعين وفي زيادة مشاهدات لفيديوهاتكم. وأقسم إخواني أنه يقوم بزيادة مشاهدات حتى 1000 مشاهدة وحتى 2000 مشاهدة في كل 8 دقائق. أنا قمت بتجربة هذا الموقع، وأنا لا أقوم بمشاركتكم في قناتي أي شيء فاضي، لكن أقوم بمشاركتكم شيء حقيقي ومجرب 100%. ما عليكم إلا بتتبع الفيديو خطوة بخطوة، وستقومون بالحصول على نتيجة رهيبة جدا، بدون الحاجة إلى التبادل المتابعات وإلغائها في آخر المطاف. لاحظوا معي، سيقوم الموقع بانتهاء المدة. سأقوم بالخروج من الموقع والذهاب إلى موقعي بهذا الشكل إخواني. لاحظوا معي، سأضغط على موقعي. لاحظوا معي، بعدما كنت أتوفر على 1486 أصبحت أتوفر على 1496، بمعنى الموقع صادق 100%، وقام بإرسال لي 10 متابعين حقيقيين متفاعلين بدون إلغاء متابعة.
هذا هو المهم. سأقوم إخواني بالرجوع إلى الموقع وسأضغط على سيرش مرة أخرى، وسيقوم الموقع إخواني بإرسالي مرة ثانية 10 متابعين خلال مدة 8 دقائق، ما علي إلا بانتظار 8 دقائق، وسأقوم بعمل ستوب للفيديو والرجوع إليكم في الدقيقة الأخيرة لكي لا أطيل عليكم الفيديو. كما قلت لكم الموقع فيه ثغرة حقيقية ويرسل متابعين حقيقيين، ما عليكم إلا بتفقد الموقع 4 مرات أو 5 مرات في اليوم، لأنه يقوم بتفعيل خاصية بخاصية في كل ساعتين في اليوم. هذا الموقع موقع صادق 100% ومضمون، متابعي حقيقيون ومشاهدته حقيقية جدا. فقط يجب عليكم انتظار 8 دقائق لإرسال كل 10 متابعين، وفي المشاهدات يجب عليكم انتظار فقط 4 دقائق لإرسال 1000 مشاهدة في الأربع دقائق، بمعنى عمل نصف ساعة في اليوم في هذا الموقع كافي جدا لحصول على نتيجة مبهرة جدا. عندما انتهى عد الوقت سأقوم أيضا بالرجوع إلى حسابي. لاحظوا معي إخواني أنا أقوم بمشاركتكم شيء حي، لاحظوا معي لقد قام الموقع بإرسال 10 متابعين جدد، أصبحت أتوفر على 1506 متابع متفاعل حقيقي من خلال هذا الموقع زيفوي. صراحة موقع يستحق 1000 نجمة، لأنه موقع صادق وموقع سهل في الاستخدام، موقع تقوم بالعمل عليه بدون أي جهد، ما عليك إلا بنسخ ولصق وانتظار الوقت. لاحظوا معي سأقوم بعمل العملية مرة أخرى، ولكن الموقع سيقوم بعمل ستوب أو وقف لهذه الميزة، لأنني قمت بعمل الفيديو في الدقيقات الأخيرة من فتح هذه الميزة في الموقع. وسأقوم إخواني بالرجوع إلى الموقع مرة أخرى. لاحظوا معي الموقع يقدم عدة خاصيات، منها الفلوورز، منها الهيرتز بمعنى القلوب، الكومنتس، الفيوز، الشير، عدة أمور أن تستغلوا هذه الثغرة في هذا الموقع، لأنه موقع صادق 100%. ما عليكم كما قلت لكم في البداية إلا التصفح 3 مرات أو 4 مرات في اليوم، وستحصلون على نتيجة مبهرة جدا. إلى هنا قمت بمشاركتكم كيفية زيادة متابعين حقيقيين متفاعلين، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.